تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين. وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. ولمزيد من التفاصيل حول مهرجان العالمين ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك. نعم، بعد التحية لازالت كل الأجواء الحماسية والمبهجة موجودة وتسيطر على مدينة العالمين الجديدة، وذلك في إطار الدورة الأولى لمهرجان العالمين الجديدة الذي بدأت فعالياته أمس، وتستكمل هذه الفعاليات اليوم باستكمال لبطولة التيك بول، هذه الفعالية التي بدأت بالأمس وتستكمل اليوم بحضور يعني أبطال العالم في هذه اللعبة، لكن كل الجماهير وكل الزوار في انتظار الحدث الأهم الذي سيكون في مساء هذا اليوم، وهو تحدي الجيل الذهبي الذي هذه الفعالية التي ستكون بمشاركة عدد كبير من لاعبي كرة القدم المصرية. نتحدث عن عدد أربع فرق فيهم أو يوجد بهم عدد كبير من اللاعبين، وبالفعل توافدوا على المكان المخصص لإقامة هذه الفاعلية، واستعدادات تمت في هذا الشاطئ تحديدا بوجود عدد من المدرجات لاستيعاب عدد من الجماهير، خاصة أن اليوم من المتوقع أن يكون هناك عدد جماهيري كبير، وأيضا الشواطئ الجميلة التي تستقبل الزوار من كل أنحاء الوطن العربي وأيضا الأسر المصرية الموجودة لمتابعة فعاليات المهرجان. نتحدث على أن اليوم أيضا ستنطلق هذه الفعاليات مساء هذا اليوم، وبالتأكيد هناك أجواء ممتعة موجودة في مدينة العالمين الجديدة يعني تقدمها أو تقدم لكل العشاق وكل كل الزائرين الموجودين، هذا بالإضافة إلى الأماكن الأخرى التي تستعد أيضا لاستقبال باقي الفعاليات خلال الأيام القادمة. نتحدث عن مدينة الفنون الجميلة التي يوجد بها عدد من المسارح والمجهزة بعدد كبير من القاعات بأحدث التقنيات. نتحدث أيضا على أن الممشى السياحي والشواطئ الموجودة في مدينة العالمين وتحديدا الممشى السياحي سيكون به عدد من الفقرات الشعبية، الفنون الشعبية وأيضا التراث والرقصات التراثية من قبل وزارة الثقافة، وهذا تعاون بيتم ما بين المنظمين للمهرجان وأيضا لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية الأخرى. سيكون هناك بطولة التجديف وبطولة الجودو وبطولة البدل، بالإضافة إلى الحفلات الفنية التي ستنطلق خلال الأسبوع القادم. نتحدث عن عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي يعني يقومون بعدد كبير من الحفلات الموجودة على الشواطئ وفي الأماكن المختلفة التي جهزت في مدينة العالمين. نتحدث عن المكان تحديدا الذي يستضيف فعاليات اليوم، مميز جدا ويوجد بين الأبراج المميزة في مدينة العالمين الجديدة وأيضا ما بين شاطئ البحر المتوسط. هناك فرحة كبيرة أيضا وإقبال من قبل الجماهير والزوار على مدينة العالمين الجديدة، ولاحظنا أيضا وجود حركة سياحية كبيرة في هذه المدينة نظرا لما تتمتع به مدينة العالمين من مكانة سياحية كبيرة يعني إطلالها على شاطئ البحر المتوسط، فبالتالي كل الجماهير تقبل، وطريقة الوصول أيضا إلى هذه الفعاليات يعني بطريقة سهلة جدا عن طريق الحجز على موقع تذكرتي، يستطيع الزوار أن يحجزوا التذاكر من خلال هذا الموقع ويتم الدخول في سهولة ويسر، وبتعاون أيضا وبتنظيم من قبل المنظمين واللجنة المنظمة
وإدارة المهرجان. أيضا كما أعلن عضو إدارة المهرجان لنا في أحد اللقاءات أن مدينة العالمين الجديدة سيكون بها نافورة ستكون لأول مرة موجودة في مصر وموجودة في مدينة العالمين لتقدم كل الخدمات بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية الأخرى الموجودة سواء على الممشى السياحي أو حتى في الأماكن الأخرى. وعندما تحدثنا أيضا مع نجوم كرة القدم الذين سيكونوا في مساء هذا اليوم مع تحدي الجيل الذهبي، يعني رحبوا بفكرة إدارة المهرجان أن يكون من ضمن الفعاليات فكرة التحدي جيل الذهبي ليتمتع الجمهور بسهرة رياضية وترفيهية جميلة. وبالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو جديد خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. أمل أن عودة إليكم مرة أخرى. تبدو أجواء رائعة وممتعة، جزيل الشكر لك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، كنت معنا مباشرة من العالمين.